ربي يسعد كل اوقاتكم متابعين قناتي عالم العملات الرقميه. شباب انا قناتي مهتمه بالاخبار والعملات الرقميه والفوركس والذهب. صديقي راح نتكلم بهذا الفيديو عن عمله الايدوج، عمله جديده عليها اقبال من المستثمرين. طبعا شباب كل شيء بالفيديو بيمثل رايي الشخصي، والاستثمار قرارك الشخصي لإلك. عملة ايدوج عملة ميم، عملة عددة مرعب. حابب اذكرك بهي العملة عددة 210 كوادريليون، عدد ما ممكن تتخيله. مشروع العملة اصدقائي بكل بساطة الذكاء الاصطناعي، اطلاق منصة الذكاء الاصطناعي وتوزيع رسوم المنصة على حاملين العملة. طبعا 50% من رسوم المنصة راح تتوجه لحاملين العملة. سعر العملة حاليا صديقي 0.9015، ارتفاع طفيف من ايام الى الان. فرصة الارتفاع بهي العملة ضعيفة بسبب العدد. ممكن نستهدف الموفيد افريج 200 على فريم الاربع ساعات 0.9017، وطبعا المطروح للتداول بالعملة 83% من عددها. عن اطلاق المنصة رح يتم طرح الباقي المعروض، وطبعا اطلاق المنصة رح يتم خلال شهر من الان. سلبيات العملة صديقي لازم تعرف قبل الايجابيات. لازم تعرف صديقي العملة الجديدة معرضة لعدم الاقبال من المستثمرين، وبالتالي فشل مشروع وخسارة كبيرة. الهدف من هاي العملة استغلال الترند عملات الميم. بالنهاية صديقي العملات الميم قائمين على الاعلان، بمجرد انتهاء الاعلان راح يتم خسارة المستثمرين، مثل عملة الشيبة اللي خسرت كتير شعبية وجماهيرية. 90% من حاملين هاي العملة خاسرين. طبعا صديقي انت اذا حابب ما تفوت على نفسك الفرصة وحابب تخاطر بهيك عملات، انا بفضل جزء بسيط من رأس مالك ما يأثر على محفظتك. طبعا الهدف هو ادراج العملة على منصات مركزية وغير مركزية. شراء العملة بيتم عن طريق محفظتك ميتا ماسك او تراست وليت، عن طريق بنك سواب. شباب هذا كان كل شيء بخص العملة. العملة جديدة ومحتاجة شوية تفكير. وإذا كنت وصلت معي لهم النقطة وعجبك المحتوى صديقي، لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس. وإذا حابب تاخد أهم الصفقات المجانية وأهم الصفقات الاستثمارية المربحة أكثر من 500% صديقي، انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. ودمتم سالمون.